واحد بيسأل بيقول في إحدى القنوات الفضائية التي تهاجم المسيحية طرح مقدم البرنامج سؤال يقول: هل المسيح مات على الصليب وهو يحمل لعنة البشر، أم أن اللعنة أزيدت عنه قبل الموت؟ أنا ما كنتش أحب أن القنوات الفضائية تخش في حاجة زي كده، لكن على أي حالات السيد المسيح حمل كل اللعنات التي على البشر ومات عنها من محبته يعني.